لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حشت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ini kegiatan jalasa usia Ruhiyah dinyatakan dibuka. Qalbun lil haqq ta'allaq. Jadi kita kan adalah beribadah mandiri dan tanggung jawab. اقرأ يا محمد السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله هذه بناتنا langsung ibadah Ghairul Mahdhah contoh ibadah Mahdhah apa? Salat puasa Ya
1 ke 1 sampai ke 15. وجوار الهادي محمد يا طيبة.